اوكي، شو اسمك الرباعي؟ يوسف محمود حامد المنسي. اوكي، كم عمرك؟ 71 سنة. ابو ايش بالخير؟ ابو امير. اوكي، احكي لي شو كان دورك في الحكومة؟ كنت اول حاجة وزير اتصالات، وبعدين وزير اشغال واسكان، بعدين اخذوا الاتصالات وزير حكومة محلي، صار وزيرة حكومة محلي وزيرة اسكان يعني معي. تحت مين كنت؟ تحت مين؟ رئيس الوزراء كان اسماعيل هنية. شو رأيك انت بالنسبة لهذه الحرب؟ في عندنا مثل بقول مجنون حادف رمى حجر في بير، 100 عاقل او 1000 عاقل ما قدر يطلعه. هذا هو تعليقي بس. يعني هذا مجموعة مجنونة بيقودها السنوار، عملوا هذا التصرف، خربوا كل شيء، خربوا البلد، رجعوها 200 سنة، قتلوا الناس، ما خلوا فيش فرصة للعيش، معيشة صارت بسبب إيش؟ الناس مجنون. هذا الكلام اللي عندي. من المسؤول عن الضرر؟ حماس وقسام، تحديدا سنوار ومجموعته. هذا حسب رأيك يا الشعب بيحكي هيك؟ رأيي ورأي الشعب. يعني شو الناس بيحكوا؟ الناس بيقولوا سنوار ومجموعته دمرونا، لازم نخلص منه. ما خلصوش في الحرب، احنا بدنا شيهم بعد. ما شفت واحد كان مؤيد للسنوار ابدا، ولا واحد بيحب السنوار.